يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس باب بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس و يعني كما ذكرنا من المعلوم كما تعلمون أن الله جل وعلا فرض الصلاة مؤقتة فقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والوقت وقت العبادة هو الزمن اللازم لأدائها وهناك أول الوقت وهناك آخر الوقت كما مر علينا في الأحاديث السابقة مر علينا مثلا بأن أول وقت الظهر هو عند زوال الشمس يعني عند انتصاف الشمس في زوال الشمس عن كبد السماء أي عن وسط السماء هذا أول وقت الظهر ويستمر هذا حتى يصير ظل الشيء مثله وأول وقت العصر من انتهاء وقت الظهر هو مصير ظل الشيء مثله حتى تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار وقت الاضطرار حتى تغرب الشمس كذلك وقت المغرب أول وقت المغرب عند غروب الشمس حديث سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب توارت بالحجاب أي توارت الشمس بالحجاب يعني الغروب شبه الشمس هنا يعني بالمخبأة التي تختبئ في حجابها لأن الشمس حين تغرب تسقط وكان وفي رواية أخرى في غير يعني في غير متفق عليه أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس يعني سقطت الشمس وقوله إذا توارت بالحجاب وهذا هنا وهذه اللفظة لفظة يعني قرآنية لقول الله جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب توارت الشمس بالحجاب يعني غربت طبعا هنا عاد الضمير هنا توارت هي طيب عاد الضمير على غير مذكور هو الشمس لأنه يوجد قرينة والقرينة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فعلم هنا إذا توارت بالحجاب أي إذا توارت الشمس بالحجاب فهذا أول وقت صلاة المغرب نعم وآخر وقت صلاة المغرب كما مر علينا أنه عند سقوط الشفق الأحمر يعني يستمر وقت المغرب من حين الغروب حتى انتهاء الضوء الأحمر اللي هو الشفق الأحمر في السماء فهذا أول وقت صلاة العشاء إذن هذا أول وقت صلاة المغرب وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصلي المغرب في أول وقتها كنا نصلي كنا هذه تفيد الاستمرار كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب هذا أول وقت صلاة المغرب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله فكنا نصلي مع النبي كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله مواقع النبل اللي هي مواضع رمي السهام
النبلي معناه مواقع نبلي، أي مواقع رمي السهام. وهذا يعني معناه بأن النبي صلى الله عليه يعني كان يصلي المغرب عند أول وقتها وكان يعجلها، لم يكن من عادته أن يطيل صلاة المغرب. بدليل ماذا؟ وإن فانصرف أحدنا أي بعد الصلاة وأنه ليبصر مواقع نبلي، يعني حين يمسه فيرى من إيه؟ يرى من بقية الضوء في السماء. طبعا في ذاك التوقيت لم يكن هناك اللي هي يعني الحياة ترتبط بإيه؟ الحياة ترتبط بطلوع الشمس وغروب الشمس. إذا طلعت الشمس بدأت الحياة، إذا غربت الشمس غربت الحياة. يعني والذي يعيش في البادية أو في الصحراء يعلم ذلك. الآن الحمد لله وسع الله عز وجل على الناس، وصار الحمد لله في المدن والكهرباء ونحو ذلك، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. لكن هنا إذا فانصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبلي، يعني لو رمى بالسهم يرى من إيه؟ من بقية الضوء، من بقية الضوء. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة المغرب وما زالت إيه؟ وما زال هناك ضوء في السماء، وما زالت هناك ضوء في السماء، حتى إن أحدهم لو رمى نبله يرى. طيب قد يقول قائل، طيب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمغرب الأعرف؟ صحيح، بس لكن هذا لم يكن هذا في مرة، يعني لم يكن هذا دأبا له. وإلا وإن أحد فانصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبلي، معناه إيه؟ معناه أن هذا كان العادة، لكن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فطأطل فصلى بالأعراف يوم، لكن لم يكن كل يوم يصلي بالأعراف. وإلا لما ينتهي من الأعراف يبقى على يؤذن العشاء مباشرة لو أدرك. نعم، وهذا من البركة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه يصلي الأعراف في المغرب، يعني جزء ونيف مع ركوع وسجود، وصلاته صلوات الله وسلامه عليه كانت مستوية، يعني ركوعه كسجوده كنحو كلنا وجلوسه بين السجدتين وكل هذا نحو من السواء، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذه بركة كانت للنبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن فعلمنا أول وقت صلاة المغرب كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا طورت بالحجاب، وعلمنا أن السنة والتعجيل بها وكذلك عدم الإطالة فيها، ولذلك كان الصحابة ينصرفون ويرون مواقع نبلي. باب وقت العشاء وتأخيرها، باب وقت العشاء وتأخيرها، أي واستحباب تأخيرها. وصلاة العشاء سميت بذلك في كتاب الله جل وعلا: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عبرات لكم. طيب، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء. أعتم يعني دخل إيه؟ دخل في العتمة، كما تقول أظلم الرجل، يعني دخل في الظلمة. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، يعني دخل في العتمة، يعني شدة الظلام وهي شدة سواد الليل، يعني أخر العشاء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة، وإنما هي صلاة العشاء كما سماها الله تعالى في كتابه. مرت علينا هذه المسألة، ينهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقال صلاة العشاء صلاة العتمة. وهنا يقول أم المؤمنين عائشة: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بأن يعني هناك يعني كراهة، لماذا؟ لتسمية العشاء بغير ما سماه الله جل وعلا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وجاءت في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم العتمة، وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا كان للمصلحة، لأن كان من طبيعة العرب أن تطلق العشاء عليه على المغرب والعشاء. نعم، فهنا ذكر العتمة هنا للدلالة على أنها صلاة، دلالة على أنها صلاة العشاء. إذا متى كان هناك مصلحة
من ذكر ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة مع أنه نهى عن ذلك حتى ينتفي الاشتباه بينها وبين صلاة المغرب متى كان هناك ما تحتاج الأمر إلى تحديد صلاة العشاء كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والبعض يقول إن هذا يدل على الجواز وإن الأولى هو عدم ذكر العتمة والتوضيح الأول أولى بأنها قد تذكر العتمة للمصلحة. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام في غير المدينة. الكلام ده كان في المدينة وذلك قبل أن يفشو الإسلام في غير المدينة لأن ظهور الإسلام وانتشاره كان بعد فتح مكة. وذلك جاء في العام التاسع جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله جل وعلا في حجة وداع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج عليه الصلاة والسلام حتى قال عمر عمر نادى بصوت جهوري وقال نام النساء والصبيان يعني يريد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم طيب نام النساء والصبيان الذين كانوا حاضرين المسجد. طبعا اليوم عند الصحابة يبدأ من إيه؟ يبدأ من طلوع الفجر. طيب إذا لما يوصلوا إلى صلاة العشاء يعني من المغرب انتهت الحياة فأتناولون شيئا ثم خلاص يبقى ينتظرون صلاة العشاء حتى كل واحد يأخذ أول سرير له أول مقعد له. فهنا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ما الذي حدث؟ نام الحاضرون في المسجد من النساء والصبيان. فقال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان. عمر رضي الله عنه فقيه نعم فأراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنوم النساء والصبيان فخرج عليه الصلاة والسلام فقال لأهل المسجد أما رأهم ينتظرون الصلاة عليه الصلاة والسلام ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم لأنهم لم يكن يصلي أحد إلا في المدينة. أنا مكة كانت ديار حرب نعم لكن كانت المدينة فقط المدينة الوحيدة التي كان يصلى فيها لله عز وجل المدينة الوحيدة في الأرض. إذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضلهم نعم وفضل هذه الصلاة العظيمة ما ينتظرها أراد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يبين لهم فضل انتظار هذه الصلاة ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم وهذا يدل على فضل هذه الصلاة وعلى استحبابه تأخيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند مسلم نعم والله إن هذا لوقتها لولا أن أشق على النساء والصبيان إن هذا لوقتها يعني هذا أفضل أوقات صلاة يعني إذن المعلوم بأن كل الصلوات الأفضلية فيها هو التركيب بها عدا صلاة العشاء فالأفضلية في صلاة العشاء لتأخير صلاة العشاء. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام خلنا احنا من 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 أعظم ثمرات دراسة السنة كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تضيع منك هذه الثمرة يبقى أنت المحروم وأصبت بداء البخل أغدأ أنواع البخل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من كما قال له جبريل عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام وقال يعني من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على النبي وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. فدائما تعود نفسك كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتصلي عليه الصلاة والسلام تكون منتبها ويقظا
مش بسمع كده وانت انت لاهي وغافل، وانت فين؟ الله اعلم في اي الاوديه الان يعني موجود. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله، يعني كان عنده شغل. وطبعا الشغل اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شغل الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينشغل الا بامر الاخره وامر الدين وعزاز عزه الاسلام ومصالح المسلمين عليه الصلاه والسلام. شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد، حتى رقدنا في المسجد يعني نام الحضور الذين كانوا في المسجد. ثم استيقظنا فلم يصلي، ثم رقدنا ثم استيقظنا. يعني مسألة طالت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عمر نام الناس ويستيقظوا وينام ويستيقظ. ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. فهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى، وكذلك يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء، ويدل كذلك على جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث وعن الحديث بعدها، السمر اللي بيتسمر بين الناس. طبعا انت لما تمر الناس كده تمشي في الناس تلاقي الناس على المقاهي، السمر الى ايه؟ الى قبيل الفجر. من السمر يا ريت سمر حتى في حاجه مباح، ده كلام في الفاضي وكلام في الظلم والمعاصي والفجور، واللي اصلا المقاهي ما بتتكلموا فيه يعني. يتكلموا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلموا في كل نقيصة وفي كل مذمة وفي كل قبيحة. طبعا هذا يدل على البعد على الشر الذي أصاب الناس، وفي الآخر يقوم قبل الفجر ولا يصلي فجر ولا يصلي شيء ويجلس طوال الليل وهكذا، والدنيا والبلاد كلها تضيع في ذلك. تجد لما تمر على المقاهي الآن تجد أن أغلب الحضور فيها كلهم شباب. طب ومين اللي هيبني البلد؟ هم اللي يبني البلد الناس الكبار اللي هم يعني طعنوا في السن هؤلاء، ولا هم الشباب دول؟ بس الإحباط والبطالة واليأس وقلة الديانة يعني وانتشار الفجور في الناس وتأصيل الدياسة في الناس، هو اللي خلى الشباب دول هكذا. لكن حياة الصحابة كانت وحياة الشباب في الصحابة، الصحابة كانوا من سن 15 عاما، قبل 15 عاما كانوا يتقاتلون من اللي هيخرج في القتال. ألا ده رافع بن خديجة رضي الله عنه لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رافعا ورد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان لم يجاوز يوم الخندق كان 16، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الخندق فأخذ رافع بن خديجة فقال: رسول الله أخذت رافعا وتركتني؟ أنا أسرع يعني رافعا، خليه يدخل لنا. مسك رافع عبد عمر راح شيله رافع حطه في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل رافعا لأنه سنه يستحمل، وابن عمر ما كان لم يكن قد نهز 15، فابن عمر رضي الله عنه أخذ رافعا وصرعه فدخل فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ولم يجزه إيه؟ عرض وقال عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فردني، عرض نفسه انه يخرج يوم. هكذا كان الشباب. مصعب بن عمير الفتى الكبير الفتى الذي كان منعما قبل الاسلام وكان اعطى فتيان مكه، امه كانت سريه، لما جاء الاسلام مصعب رضي الله عنه هاجر كان اول سفير للاسلام، فتح الله المدينه بمصعب بن عمير قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم بسنه، فلم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينه الا حتى بمصعب رضي الله عنه واحد رجل واحد، ويقرا الفود ويقرا عليهم القران ويكلم هذا، حتى فشى الاسلام في المدينه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد بفضل الله يعني فتح الله لمصعب رضي الله عنه وانتشر الاسلام، ومصعب رضي الله عنه كان احد السبعه الذين قتلوا تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم في احد،
حين وفيت مع سبعة من الأنصار وحاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قتلوا وحين يعني أرادوا أن يكفنوا لم يجد معه إلا شملة رضي الله عنه، شملة كانت قطعة من القماش، إذا وضعوا على إذا وضعوها على رأسه بدت رجله، وإذا وضعوها على رجله على رجليه بدت رأسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده غيره. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعوها على رأسه وأن يضعوا على قدميه شيئا من الإزخر نبات كفن. هذا أفقر الناس الآن لكن عنده كفن، لكن مصعب رضي الله عنه، لكن سبحان الله فاز مصعب شهادة في سبيل الله، صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قتل في سبيل الله وشهادة في سبيل الله. الله أكبر الله أكبر. هكذا كان شباب الصحابة، لذلك هنا قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. إذن الحديث هنا فيه دلالة، قال ثم فرق حتى رقدنا في 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 يعني فأخر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، في دلالة عليه، في دلالة على أن من غلبه النوم قبل صلاة العشاء فلا يسمع عليه ولا حرج عليه. وأما حديث النهي عن النوم قبلها لمن تعمد النوم قبلها، ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها؟ نهى عن النوم قبلها لأنه قد يترتب على ذلك ضياع صلاة العشاء منه وضياع الجماعة منه. وعن الحديث بعدها والنهي عن الحديث بعدها في غير مصالح المسلمين وفي غير العبادة، أما من كان سهر في طلب علم أو في صلاة أو في ذكر لله جل وعلا فليس داخلا في النهي، وإنما المقصود هو الثمر الحديث، حديث الأصحاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أهله ساعة قبل أن ينام، والساعة هنا لم يكن الساعة الآن، ساعة مقدار يسير من الزمان، يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم أهله ويتحدث معهم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب النوم قبل العشاء لمن غلب. إذا الأصل هو ماذا؟ الأصل هو أن هو ألا ينام قبل صلاة العشاء حتى لا تضيع عليه صلاة العشاء. حديث أنس رضي الله عنه قال حميد سئل أنس، حميد الراوي عن أنس، سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، وطبعا الخاتم والخاتم يعني بكسر التاء وفتح التاء لغتان، قال هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ أنا شو أسأل يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يعني خاتما يعني يتختمه في إصبعه؟ قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل. إلى شطر الليل يعني منتصف الليل. طبعا لو كان المسألة لك أن تتخيل مثلا لو كان الأمر ده كان في الشتاء يبقى معنى كده يبقى في حوالي وقت طويل 5 ساعات بين وقت صلاة العشاء، السادسة مثلا والنصف إلى منتصف الليل. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، وهذا يفسر لك فأخر حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. طب الناس اللي هم دول ثم خرج عن نفسنا قال ليس أحد من الأرض ينتظر الصلاة غيركم، صلوا ولا 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 ما صلوا؟ طب توضأوا هنا في الحديث الماضي ده، طب كيف صلوا حينئذ؟ ما هو أليس النوم من نواقض الوضوء؟ بل لكن هنا النوم هنا محمول على إيه؟ ونم وضعوا جنوبهم لكن مع تمكنهم من إيه؟ مع تمكنهم من الجلوس، خلاف إيه؟ خلاف النوم اللي هو تريح. ما أكيد واحد في المسجد نام مش هيريح يعني في المسجد كده. بعض الناس يفهم فهما خاطئا جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد صلاة إيه؟ يضجع بعد صلاة الفجر. كان يضجع فين؟ يضجع في بيته، يعني كان يصلي صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يضجع ثم يأتي لما يعلمه بلال بالإقامة يأتي. بعض الواحد يدخل المسجد يجد بعض الإخوة مضاجع بعد صلاة الفجر وينام كده في عمود المسجد، هذا يقول السنة هي الضجع، الضجع ده في الضجع في بيتك. لكن إذا أتيت المسجد في المسجد للصلاة،
هنا الصحابة إذا مسألة الاضجاع قبل يعني بعد صلاة السنة دي ليس في المسجد، ما يكون في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الضجع بيته، كان يدخل المسجد واحد كده مريح تماما، ما هو الضجع بقى ايه اخذ حقه معه ودخل في الايه في ثبات عميق، يبقى يوم متوضى خلاص، يعني متوضى بقى مثلا. اذا نوم الصحابه هنا محمول على ايه؟ على الغفوات والنوم مع التمكن في الجلوس، وهذا يدل على ان من نام متمكنا في جلسته نام او غلبه النوم فانه باق على وضوءه. جميل قوي الاخ لما يكون جالس واحد كده ما شاء الله ايه يعني ينتظم، يعني جميل يعني ان واحد كده، لان لو ما عملش كده هيدخل في ثبات عميق ايضا. قال هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل الى منتصف الليل، ثم اقبل علينا بوجهه عليه الصلاه والسلام. واي وجه نازع عليه الصلاه والسلام؟ اجمل، كان اجمل من القمر عليه الصلاه والسلام، وكان اذا صور وجهه استناغ كالقمر عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا ان يعني ان حرمنا من صحبته في الدنيا، اسال الله جل وعلا الا يحرمنا منها في الاخره. ولذلك ربيعه لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمي، كان كريما عليه الصلاه والسلام. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا، هو كذلك. قال فعني على نفسك بكثرة الصلاة. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في غير صحيح مسلم قال ربيعة ففكرت مليا أسأله إيه؟ لما قال له سلمي، لما قال له سلمي يبقى إيه؟ هيدعو له ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سلمي. فهل سألوا شيء من الدنيا؟ أي شيء من الدنيا وسألوا كان يعطي إياه؟ قال أسألك موافقتك في الجنة. توفيق لربيعة رضي الله عنه. اللهم استعان. ثم أقبل علينا بوجهه كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. وبيص خاتمه يعني بريق ولمعان الخاتم الذي كان في يده. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم ولا لا؟ كان يتختم عليه الصلاة والسلام. ويتختم في يمنى كما يتختم في يسرى كما يتختم في يمنى. وكان يلبسه في خنصره يعني صلوات الله وسلامه عليه. كاني انظر الى وبيص خاتمه يعني بريق لمعان، اذا معناه ان الخاتم فيه ايه؟ في فص. وبيص خاتمه يعني لمعان وبريق الخاتم. ولذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب فص الخاتم، يعني اتخاذ الخاتم فيه في فص، يعني وأنه مشروع وجائز، وليس هذا من الترفه ولا نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام يتختمه. قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. إن الناس غيركم في غير المسجد، يعني قد يصلوا في بقاع أخرى، إن الناس قد صلوا وناموا. أخر إليه إلى شطر الليل يعني منتصف الليل، قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموه. كل المدة التي انتظرتموها دي لن تزالوا في صلاة. وهذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر. إذا أنت لما انتظر الصلاة بعض الناس هنا في بين الإقامة في المسجد هنا، لو الإقامة يا أخي الصلاة يا شيخ، يعني طيب انتظر بس 5 دقائق، مش زعلان وحزين ومستاء إن هو وهو ما زال في صلاة، لو كانت له نية حسنة في ذلك فهو ما زال في صلاة. وهذا خلاف الهدي وخلاف الذوق العام وخلاف الأدب. أقم الصلاة. واحد داخل مستعجل عايز يخلي الناس كلها تصلي عشان هو مستعجل، لأن هو عنده شيء، فأقم الصلاة. أقم الصلاة. الصلاة مش مسجد له نظام ويأتي الإمام ويعني نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ونام. ما قامش واحد الصلاة. عمر رضي الله عنه بس لما رأى الأمر شق على النساء والصبيان لأنهم لا صبر لهم ولا قدرة لهم على مقاومة النوم، فقال نام النساء والصبيان. بعد ايه؟ بعد ما
دخلنا منتصف الليل طبعا، احنا لو خدنا عشاء احنا منتصف الليل هنا الناس هتضربنا بايه؟ بالنبابيت. فاكر ايه؟ انت فاكر المساله سهله؟ ده يجتمع عليك الحي ده كله يضربوه، يعملوا حصار حول المسجد، يحاصرون المسجد. حتى اللي ما بيصليش. ها؟ واللي ما بيصليش كمان، طب ما بيصليش بيجي جاي ليه؟ اه حسبه. يحتسب برضك في الناس. اللهم المستعان. قال ان الناس قد صلوا وناموا، انكم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتموها. وانكم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتموها. اذا العبد ما دام ينتظر الصلاه ما انتظر في الصلاه. اذا لما تكون في مسجد انت الحمد لله في صلاه. ما دمت تنتظر الصلاه في صلاه. ما انت ممكن تقف خارج المسجد مع واحد صاحبك، تقف ساعتين ولا ساعه ولا شيء، وتتكلم في كلام لا فائده فيه، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر صدقه او معروف او اصلاح بين الناس. هذا اولى ولا تجلس في المسجد وتنتظر الصلاه وانكم لن تزالوا في صلاه ما انتظرتموها. وفي فضيله ايه؟ في فضيله انتظار الصلاه. وان العبد ما زال في صلاه. نعم. وحتى بعد الصلاه، فما دام يذكر الله جل وعلا في مصلاه فانه لن يزال في صلاه ما لم يحدث. فهو ما زال في ايه؟ ما زال في صلاه. ففي فضل انتظار الصلاه، وفي جواز التختم بالخاتم، وفي جواز اتخاذ الختم هي بفصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله عليه الصلاه والسلام. وفي جواز تاخير صلاه العشاء الى منتصف الليل. طب هيؤذن بقى؟ هيؤذن مؤخرا ولا هيخلي والا هيؤخر الاذان؟ لا هيؤخر الاذان. ما هو الاذان مرتبط بايه؟ بالصلاه. مش النبي مر علينا في صلاه الظهر لما اراد المؤذن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعد ابعد، انتظر انتظر. يبقى ابعد يعني اخر الاذان، الاذان هيرتبط بالصلاه. حديث ابي موسى رضي الله عنه قال: كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه نزولا في بقيع بطحان. يعني ابو موسى رضي الله عنه كان في سفر، وهذا يدل على ان كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفن، بس السفن كانت تناسب ذاك الزمان، السفن كانت موجوده من عهد نوح عليه السلام. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. كنت انا واصحابي الذين قدموا معي في السفينه نزولا، نزولا جمع نازل، كشهود جمع شاهد، نزولا في بقيع بطحان، موضع من مواضع المدينه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه بالمدينه عليه الصلاه والسلام. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. يعني نفر يذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعني كان عندهم شيء يبدو أنهم لا يستطيعون كلهم أن يذهبوا، فكانوا يتناوبون. التناوب معنى إيه؟ التناوب معنى التعاقب. فجماعة يذهبون إلى يصلون الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة التالية تذهب الجماعة الأخرى. هذا معنى إيه؟ فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. نفر هنا الفاعل الذين يقومون بالتناوب، نفر الجماعة منه. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره. يعني كان هناك شيء يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. فأعتم بالصلاة يعني دخل في العتم وليه شدة الظلمة، يعني أخر الصلاة حتى بهر الليل، يعني انتصف الليل. بهر الليل يعني أي انتصف الليل واشتبكت نجومه واشتد ظلامه. هذا معناه إيه؟ عند منتصف الليل. حتى بهر الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم. على رسلكم يعني تمهلوا تأنوا، أبشروا إن من نعمة الله عليكم. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بشارة المؤمنين كما قال جل وعلا: أبشر المؤمنين. فقال أبشروا عليه السلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل أمر الله جل وعلا، ما من أمر أمر الله به إلا وامتثله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبشروا إن من نعمة الله عليكم، وهذه من النعم ايه؟ من النعم الدينية. هناك نعم دنيوية من السعة وكثرة الأولاد وكثرة الأموال ونحو ذلك، هذه نعم ايه؟
دنيوية، هناك نعم دينية، والنعم الدينية أعظم، نعمة العلم، الصلاة، الذكر، العبادة، الورع، علو الهمة، الاستقامة، هذه كلها نعم إيه؟ دينية. وهذا هو المقصود بالحديث: إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، ولا واحد من أهل الأرض إلا هؤلاء. سبحان الله، كأن الأرض معتمة ومعتمة في ذاك التوقيت، وإلا هذه البقعة التي كان يصلي فيها الصحابة رضي الله عنهم. قال: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي كلمتين الراوي عن أبي موسى. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحوا من البشرى التي بشرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا إذا لم يكن أحد من أهل الأرض يصلي غيرهم، يبقى معناه بأن الله جل وعلا اصطفى هؤلاء على سائر أهل الأرض. هذه نعمة عظيمة. لذلك قال: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وعلى حرصهم على خير وعلى الدين. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى حتى بهر الليل، لكن فرحوا. لأنه ولذلك إحنا فعلا لو أخرنا هذه الصلاة بفضل الله، يعني لو أمكن سنعملها زي والله ما أدري، والله هيكون إن شاء الله بإذن الله نصيب في هذا الفضل. لكن أحيانا إن شاء الله في رمضان بإذن الله نحاول إن شاء الله، يعني حتى نكون عاملين بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما أخ جزاه الله خيرا كلمني، قال لي: إحنا عايزين نصلي الفجر يعني بستين آية أو 100 آية، حتى ولو ما جزاه الله خير، حتى كنا عملنا بذلك. اللهم صل. لذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث، فقال: باب فضل صلاة العشاء. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة، يعني أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قول عمر، وكان صلوات الله وسلامه عليه شفيقا رحيما رؤوفا، كما وسمه الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. فلما سمع قول عمر فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثلا فكان رأسه يقطر ماء، عليه الصلاة والسلام واضعا يده على رأسه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة كده دائما تصل إلى الكتف، عليه الصلاة والسلام. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم من الشعرات البيضاء في الحتي، كانت تعد له الشعيرات البيضاء، كانت تعد في حتي لا تزيد على 20 شعرة، كل شعر أسود مثل الليل، عليه الصلاة والسلام. شعر أتي من الجمال الخلقي والجمال الخلقي، عليه الصلاة والسلام واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. ليدل على أن هذا هو أفضل وقت لصلاة العشاء. نعم. طيب، وهذا أيضا فيه دلالة على أنه لو أمرهم بذلك هيكون عندهم منص. بهذا دل هذا الحديث من الحديث الدل على أن الأمر مفاده الوجوب. ولذلك لو أمرهم بذلك يبقى كان لابد أن ينتظروها، فحيلحقهم المشقة وهي الإثم إذا لم يمتثلوا الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو أمرهم بذلك يبقى يجب عليهم أن يستاكوا عند كل صلاة، ومن لم ينفذ الأمر يكون عنده يكون آثما. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي
لأموتهم أن يصلوا هكذا. قال ابن جريج الراوي عن عطاء الراوي عن ابن عباس، يعني ابن جريج يروي عن مين؟ عن من؟ عن عطاء، وعطاء يروي الحديث عن ابن عباس. قال فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. وعطاء قال له ابن عباس إيه أخبره بذلك، قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عطاء تابعي، والتابعي هو من رأى الصحابة ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروي عن من؟ عن ابن عباس الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من التبديد، يعني فرق بين الأصابع شيء من التبديد، يعني مش وسعها كامل ولكن إيه بدد كده إيه بين الأصابع كده، بين الأصابع شيئا من التبديد، من تبديد أي فرق بين الأصابع، ثم وضع أطراف أصابعه على 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 قرن الرأس، يعني كده عليه الصلاة والسلام، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، يعني يمشي كذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر بيده على رأسه عليه الصلاة والسلام حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، يعني مثلا ذهب بيدي ينسق شعره عليه الصلاة والسلام. لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، يعني الحركة اللي هي بطيئة، وهذا معنى لا يقصر ولا يبطش ولا يستعجل، لا إيه حركة كده يسيرة كده عليه الصلاة والسلام. طبعا كان كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيه فيها سكينة، لم يكن يعني كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها سكين عليه الصلاة والسلام. لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني فخرج رأسه يقطو رأسه هنا، ووضع يده على يعني بدد وضع على قرن الرأس ثم ضمها، هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو مغطي الرأس ولا كان حاسب الرأس؟ كان حاسب يعني الوصف ده مش معناه انه يلبس عمامه وما يبقى هيبدد ايه ويمر بيده على الرأس، لا. اذا هذا يدل على ان مساله فيها سعه، مساله ما حدش واحد ولا لازم الناس كلها تغطي راسها لحد ما يجي له صلعه في الاخر، لا المساله هكذا وهكذا، المساله هكذا وهكذا. لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا عليه الصلاه والسلام، يعني يؤخر ايه يؤخر صلاه العشاء الى منتصف الليل. ولذلك الحديث ايضا فيه حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا في الامام البخاري قال ايضا بوب باب النوم قبل العشاء لمن غلب. اذا الحديث ايضا فيه دلاله على على على, على استحباب تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل. طب لو صلى في أول وقتها كم نصل؟ المسألة فيها ساعة، هذا أول وقت صلاة العشاء لا حرج في ذلك. ولذلك المسألة أيضا مرتبطة بإيه؟ بالمصالح مع المفاسد، ما أنا ذكرت لكم. وأن رجلا يعني ما كانش عنده فأخر الناس حضروا فعلا، فخليه يصلي الصلاة في أول وقتها والمسألة تمر بسلام. لكن لا، لكن هذا من العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الناس وأن يطبقوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.